مصر هي الأولى عربياً وإفريقياً ودولياً باكتساح في تدفقات الاستثمار الأجنبي عام 2022. اصبر بس، هتقولي إزاي يا عم؟ والسعودية وقطر والإمارات فين؟ هقولك المصدر والتحليل كمان. أولاً المصدر هو FDI Insights، ودي وكالة استخباراتية اقتصادية تابعة لجريدة Financial Times، بتنشر تقاريرها علناً بس تقاريرها مطولة أشبه بالمعاهد الاقتصادية، علشان كده ممكن اختصارا نقول Financial Times. والأرقام إن مصر سنة 2022 جذبت 107 مليار دولار استثمارات أجنبية، رقم 2 بعدها قطر بحوالي 30 مليار، والثالث جنوب إفريقيا 27 مليار، والرابع المغرب 16 مليار، والخامس السعودية 13 مليار، ثم السادس الإمارات 11 مليار. يعني مصر جذبت 10 أضعاف الاستثمارات اللي راحت للإمارات أو السعودية، وحصدت المركز الأول عربياً وإفريقياً بحوالي 40% من إجمالي الاستثمارات الموجهة للمنطقة، والأولى عالمياً بحصة 16% من حجم الاستثمار العالمي، متفوقة على بريطانيا والولايات المتحدة اللي جم في المركز الثاني والثالث. مصر اللي بيقولوا لك على مدار الساعة إنها طاردة للاستثمار، والخبر منشور أمام حضراتكم، مش جايب حاجة من عندي ولا دي تصريحات الحكومة المصرية. هتقولي ده ليه وإزاي؟ الإجابة ببساطة في تحديث البنية التحتية والمشاريع القومية العملاقة اللي بيقولوا لك على مدار الساعة إنها ملهاش لازمة. النهاردة بقى عندك وفرة في مصادر الطاقة، بقى عندك بنية تحتية عصرية وحديثة ومدن جديدة وعاصمة إدارية عالمية وشبكة طرق ومواصلات ونقل وموانئ تم تطويرها، وعندك عبقرية المكان وأولهم قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التابعة ليها، يعني انتج وصدر في نفس الوقت. كل ده بالإضافة إنه عندك استقرار سياسي وأمني وجيش قوي قادر إنه يحمي مصالحك الاقتصادية. أنت ممكن يندحك عليك بشوية اللجان وإن المشاريع دي ملهاش لازمة وفنكوش، ولكن الغرب مش هيندحك عليه ببوستات مضللة على الفيسبوك. مش هتلاقي مستثمر غربي مضحوك عليه بنكتة الخليج سحب استثماراته من مصر ومصر خلاص بتقع. بالمناسبة معظم الاستثمارات دي جاية من الصين وروسيا وآسيا وأوروبا. الشعور الدوني ده موجود حصرياً عند عشاق الشعور بالضآلة والانحطاط اللي منتشرين زي الجراد للأسف على السوشيال ميديا بيننا. المستثمرين الأجانب فاهمين قيمة اللي حصل في مصر آخر 8 سنين، إنما هناكل طرق وكباري ومشاريع قومية ملهاش لازمة وفناكيش السيسي، خصوصاً لما تلاقي مدعين علمانية ما فرقوش حاجة عن الظهير المدني للإخوان وبقوا بيتكلموا بخطاب لا يفيد إلا الإخوان وأعداء مصر. بحسب التقرير، مصر أتمت 148 صفقة كبرى مع شركات عالمية عظمى في مجالات صناعية متنوعة على رأسها الهيدروجين الأخضر، أغلبهم في المنطقة الصناعية لمحور قناة السويس. أيوة، الفنكوش اللي سرحوا لجان بيقولولك مفيش حاجة اسمها قناة السويس التانية، علما إن مكسبك الرئيسي من الاستثمارات الأجنبية السنة اللي فاتت عن طريق الاستثمارات في المنطقة دي. وده يوصلنا لتقرير اقتصادي في غاية الأهمية اهتم به العالم كله باستثناء الإعلام والصحافة في مصر، واهتمت به برضو منصة رصد الإخوانية العميلة. تقرير بيقول إن ثروة مصر زادت بنسبة 150% ما بين عامي 2010 و 2021، والثروة هنا يعني الأصول والاستثمارات. التقرير بيقول إنه إجمالي الثروة في عام 2010 552 مليار دولار، وصل إلى إجمالي الثروة في عام 2021 1.4 تريليون دولار. رصد بتحاول تقول إن الحكومة غنية قوي بس سايبة الشعب فقير، في محاولة خبيثة لعكس التقرير والحقيقة مستغلة جهل الناس. التقرير بيقول إنه بفضل المشاريع القومية والبنية التحتية اتضاعفت أصول مصر 3 مرات ودخلت في قائمة الدول الغنية من حيث صافي الثروة القومية. ده حصل بسبب المشاريع القومية اللي بيقولولك على مدار الساعة ملهاش لازمة، مش العكس. هي الأصول والثروات دي مين بيشتغل فيها؟ مش دي الكباري والمشاريع اللي ملهاش لازمة في مقالات رصد وأخواتها وسرحوا المغفلين بيقولولك الكلام ذاته على المشاريع دي؟ هل تعلم حضرتك إن مصر قبل عام 2014 في تاريخها كله ما كانش عندها غير 35 صومعة قمح فقط بتخزن 1.25 مليون قمح بيكفوا مصر حوالي 3 شهور، واليوم مصر بقى عندها 75 صومعة بيخزنوا 3.6 مليون طن بتأمن مصر قرابة سنة كاملة. قيس على ده كل القطاعات
اللي عمله السيسي في 8 سنين نفس اللي اتعمل في تاريخ مصر كله. أرصفة الموانئ كمثال آخر كانت 35 كيلو، اليوم 75 كيلو متر. شبكة الطرق كانت 24 ألف كيلو، اليوم بقت 40 ألف كيلو. قدرة إنتاج الكهرباء من 20 جيجا وات ل 40 جيجا وات. شبكة السكك الحديدية كانت 3000 كيلو متر، بقت 6000 كيلو متر بعد القطار الكهربي. ونفس الشيء في الغاز وتحلية المياه واستصلاح الأراضي والبنية التحتية. كلها نماذج لما تبحث في الأرقام تكتشف إن السيسي عمل قد اللي اتعمل في تاريخ مصر كلها في السنوات الأخيرة. ولسه بتسأل هو بيتحارب ليه؟ مشاريعك هي مشاريع أمن غذائي وطاقة وكهرباء ومستشفيات ومدارس وجذب للاستثمار، وتلاقي اللي يقولك تعال نهدي المشاريع شوية ونقعد على القهوة لحد ما الأزمة الاقتصادية العالمية تعدي وبعدين نكمل بناء. حضرتك لازم تكثف الإنتاج علشان تعوض خسائر الأزمة، مش تبقى أنت ضحية وجزء من الأزمة. هو أنت لما بتحصل لك مشكلة في بيتك بتقعد في أوضتك لحد ما الدنيا تولع ولا بتقعد تشوف لها حل؟ ما البيت هو البلد، بقى عندك فرص عمل ودخل البلد مليارات ما بين صافي أرباح ومرتبات وإيجار وانتقالات ورسوم وضرائب وغيره من مصادر دخل الدولة على أي مشروع استثماري أجنبي. أنت مش بتاخد حقك كده وبس، ولكن لما تشوف ميزانية مصر للسنة الجديدة فاتورة الدعم تمثل 17% من ميزانية الدولة المصرية، 530 مليار جنيه. قبل ما تقولي 17% ده رقم قليل، هقولك إنه الأرقام العالمية بتقول إن مظلة الحماية الاجتماعية اللي احنا في مصر بنسميها الدعم في الدول النامية بتبقى 1% بس من إجمالي الدخل القومي. هتقولي هو احنا لما نتزنق لازم نقارن نفسنا بالدول النامية والفقيرة؟ هو مش البرنامج اسمه قوة مصر وبتتكلم عن مصر العظمى؟ ماشي يا سيدي، نبص على الرقم من الناحية التانية. نفس الإحصائية بتقول إن فاتورة الحماية الاجتماعية في الدول الصناعية الكبرى لا تزيد عن 15%، أنت 17%. وأنت وسامحني على الكلمة يعني لسه ميزانيتك ودخلك القومي مش زي الصين أو أمريكا أو بريطانيا وألمانيا وفرنسا، بس ده مش مستحيل. مش مستحيل لو أنت أقنعت نفسك إنه مش مستحيل. الدعم أو المظلة الاجتماعية في مصر مش تموين ومنظمة الخبز وبس، رغم إنه مش عيب، ولكن عندك برامج تأمين صحي مش هيفهم معجزتها إلا اللي في عيلته حد كبير في السن، من ضمنها تكافل وكرامة وإسكان اجتماعي ودعم للمواد البترولية والكهرباء. ما هو لمؤاخذة يعني لما الحكومة بتأجل للسنة الثالثة على التوالي رفع أسعار الكهرباء؟ دي مش وصلة كهرباء من الفضاء الخارجي، دي فلوس والحكومة بتدفعها بالنيابة عنك ولصالحك تحت بند الدعم. المؤرخ الأمريكي بيتر جران في كتابه الأخير عن تاريخ مصر بيقول إن مصر هي مهد الثورة الصناعية الأولى. ده المؤرخ الأمريكي، بينما المثقف المصري بيعيط ليل نهار ويقول هي مصر ليه لم تشارك في الثورة الصناعية الأولى، كأننا بنتكلم عن كاس عالم. طيب بيتر جران قصده إيه؟ البروفيسور جران قال نصا إن ثورة تكثيف الإنتاج في مصر خلال المئة عام التي سبقت الثورة الصناعية الأولى هي اللي علمت العالم أنماط إدارة الاقتصاد بما أدى للثورة الإدارية اللي واكبت الثورة الصناعية الأولى. تكثيف الإنتاج هنا زي اللي مصر بتعمله دلوقتي بالظبط. ده كان دأب مصر عبر تاريخها، لما تحصل مشكلة كمل إنتاج، لما تحصل أزمة عالجها بمزيد من الإنتاج، لما يتعطل الإنتاج تعيد صيانة الإنتاج. مفيش حاجة اسمها تريح أو توقف شغل، نقلل المشاريع أهو نكمل باللي موجود، دي مش توصيات اقتصادية، ده شغل عواطلية، شغل يليق بالأمم الفاشلة والمهزومة. مش مصر مهد الثورات الصناعية، مش مسألة حفاظ على لقب، إنما الرؤية المصرية من 600 سنة واللي بينفذها تاني النهاردة السيسي بنجاح بتؤكد إنك ماشي صح. المشاريع اللي انت عملتها من 4 سنين لو عايز تعمل مشروع منهم النهاردة هتدفع ثمنه 6 أضعاف بسبب ارتفاع الأسعار عالميا. انت عملت مشاريع بالاقتراض صحيح، بس القروض دي بسعر امبارح مش قضية لما نقارنها بسعر النهاردة. قروض امبارح بسبب نجاحك بتتحول إلى استثمارات في مشاريع النهاردة، أحسن بكتير ما كنت تاكل وتشرب بالفلوس دي من غير ما يبقى معاك النهاردة صوامع قمح وموانئ عصرية وتبقى قطب دولي في مجال الطاقة والتجارة الدولية. حدوتة إننا بنتعب علشان الأجيال اللي جاية كلام مردود عليه، إحنا بنتعب وبنحصد تعبنا أهو. أمال أنت ما رحتش لسيناريو سوريا والعراق واليمن وليبيا والسودان وأوكرانيا وسيب القوس مفتوح ليه؟ والجيل اللي جاي هيتعب وهيحصد برضه،
مفيش حاجة اسمها جيل تعب وجيل ارتاح على قفا جيل. دي تبريرات ناس مش فاهمة اقتصاد ولا عندها حس وطني. ابقى هاتلي جيل واحد في تاريخ مصر ارتاح على قفا الجيل اللي قبله. دي معركة وجود، دي معركة أبدية. جيل بيسلم جيل راية الدفاع عن مصر، عن أرض الخير أمام مؤامرات أهل الشر. ربنا يحفظ مصر من الطاقة السلبية والدونية اللي معششة في قلوب بعض أهلها، اللي بيصعب عليهم يشوفوا البلد ناجحة في أي حاجة، لا شيء إلا لأنهم هم اللي فشلة، فعايزين يشوفوا خراب وفشلة علشان يقولوا الفشل ده مش شخصي، ده فشل دولة. وده مش صحيح. عمر ما مصر كانت ولا هتبقى دولة فشلة. اللي عايز ينجح ويطرد الفشل من حياته، فإن صفوف الوطن وقطار الوطنية والهوية القومية المصرية تتسع لكل شخص مصري سوي. أما من يريد أن يحتفي بفشله ويصدره للآخرين، فبرضه قعدة العواطلية والنضرجية واللجان والقعدة الخيبانة على السوشيال ميديا تتسع للجميع، وانت اللي بتختار مصيرك. أما مصر فمصيرك محفوظ في إيد ربنا. حفظ الله مصر اليوم كما حفظها عبر العصور، وجعل مصر كما تستحق أمة عظمى بين الأمم.